بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه وقفة، وقفة صادقة، وقفة عازمة، وقفة ثابتة، ثابتة بمواقف لا تتغير ولا تتبدل. قدسنا، فلسطيننا، قضيتنا، لا تتجزأ عن عقيدتنا، فعقيدتنا هي فلسطين، وفلسطين هي عقيدتنا. أقصانا هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يكن الأقصى في ذلك الزمان مسجدا، وإنما كان معبدا. فأراد الله تعالى في إشارة قرآنية لطيفة ليهيب بالمسلمين جميعا، إلا إلى أن هذا المعبد سيحوله المسلمون إلى مسجد. وفعلا فتحه عمر رضي الله عنه، ووقف ذلك الأسد الجسور القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي، وحرم على عيونه وجفونه النوم حتى يتحرر الأقصى، وفتحه كما قال الشيخ بشير إبراهيم رحمه الله: فلسطين أمانة المسلمين إلى يوم الدين. فتحها عمر وحررها صلاح الدين، وهي أمانة في أعناقنا، ولئن أخذها الصهاينة إن إذا لعصبة وإن إذا لخاسرون. إننا نقف هذه الوقفة، وقفة الجزائري المسلم الذي يرفض ولا يقبل أبدا بكل أنواع الرفض وبكل أنواع الحزم والعزم، نرفض ونستنكر تدنيس المسجد الأقصى واقتحامه والعدوان عليه، فهو طاهر وسيبقى طاهر. ندين كل تدنيس، ندين اقتحام الأقصى، ولا نقبل أبدا. وكلمة للتاريخ: فلسطين يجب أن نحبها وتحبها قلوبنا، ونغرس حبها في قلوب أبنائنا ونسائنا، نعلم حب فلسطين، نعلم أبنائنا وأجيالنا أن الأقصى لا يجوز ولا يليق ولا يجب أن نتنازل عنه. فإذا تنازلنا عنه فإننا يجوز لنا أن نتنازل عن أي آية من آيات القرآن، أو أن نمحو سورة الإسراء من القرآن. إذا نحن نقف هنا وفي هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل لنقول: لا للتدنيس، لا لتنجيس الأقصى، لا للأقدام المتسخة للأقصى الشريف. ندين كل عدوان، ونقول وندعو أيها الأفاضل أن الله، وندعو الله أن يربط على قلوب المقدسيين الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فئة من أمتي هم أين؟ قال: مرابطون في الأقصى وهم بين أكناف الأقصى، لا يضر من خالفهم ولا من عاداهم ولا من قاتلهم. إيماننا بالله أن النصر قريب، وسيعود الأقصى شامخا صامقا عاليا مرفرفا في سماء عزة الإسلام والمسلمين. فاللهم أرنا في الصهاينة يوما كيوم عين جالوت، وأرنا في الصهاينة يوما كيوم بدر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس آية. اللهم اربط على قلوب المقدسيين وإخواننا في فلسطين، اللهم اجعلهم شوكة تخنق حلوق اليهود يا رب العالمين. اللهم أعد الأقصى الشريف إلى رحاب الإسلام والمسلمين. اللهم فك أسره، اللهم فك أسره واكسر قيده يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلسطين في العيون، نموت نهون ولكنها، نموت ونفنى ولكنها لا تهون ولا نتركها أبدا، ونحن نحبها وندافع عنها ولو بدعائنا. فلسطين في العيون، نفنى ولا تهون
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك. تنظم جمعية الإرشاد للإصلاح الجزائرية وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، وخاصة في هذه الأيام الأخيرة التي نشهد فيها اقتحام للمسجد الأقصى، وأيضا ما تم اليوم اقتحام لحي الجراح في القدس الشريف للاستيلاء على أحد البيوت الفلسطينية تحت أنظار العالم كله. ونحن نقول إننا مع فلسطين كما قالها الرئيس الراحل الهواري بومدين رحمة الله عليه، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، نحن مع هذه القضية، القضية الأم، القضية المركزية التي هي أم القضايا. فنحن نقف هذه الوقفة نصرة لفلسطين ولأهلنا في فلسطين، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينصرهم ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن يزلزل الأرض تحت أقدام اليهود، وأن يقيد الله عز وجل رجالا يدافعون عن الأقصى والقدس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.